اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره اصدقائي نجمنا الناقد الرياضي الاستاذ احمد الخضري. اهلا استاذ شبانه، مساء الفل يا استاذ خضري. منور يا فندم. حبيبي يا اسمراني، جميله. ايه رايك؟ لا جميله طبعا، الفتره الاخيره مروق عليك. لا التوقيت، التوقيت زي ما شغاله بيطلع توقيت، وانت برضو ما بتعمل بتاع في شفت. انا يهمني التوقيت يعني في الوقت المناسب. طبعا اكيد. طبعا صديقنا العزيز الدكتور وليد الحديدي، منور يا دكتور وليد. نورك يا استاذ محمد، تسلم، تحت الزحمة. انت برضه حبيبي يا اسمراني. طبعا. لا شيكابالا مفيش خلاف عليه. شيكابالا مفيش خلاف عليه، وشيكابالا ايكون في نادي الزمالك، يعني في مساحه لوحده بتفاصيل كتير. اديني بقى امثله مشابهه في العالم لشيكابالا، يعني انا مثلا ممكن اقول لك زي توتي في روما مثلا. توتي في روما فكره طبعا. توتي في روما كده، زي جيرارد في ليفربول، مالديني في الميلان. مالديني بص، في هو الميلان. الفكره في الانديه، كل نادي فيه كده ايقونه كده. طبعا الفكره في راؤول مثلا في ريال مدريد، الفكره في الانديه الكبيره الجماهيريه الكبيره ما بيبقاش نادي جماهيري الا لو كان عنده اساطير على مدار الزمن، والاساطير دي بتاخد حيز اكبر، والناس مش فاهمه ده حتى في اوقات الازمات اكتر منه في اوقات الانتصارات. انا بس عايز اوضح كلمه اسطوره، لا تعني ان انت تكون كسبان 300 بطوله. لا خالص. يعني هالاسطوره بالجماهيريه والتاثير على الجمهور والاداء الحلو والتاريخ وحب الناس ليك. اكيد اكيد طبعا. لا شيكابالا انا بعتبره القصه مش مجرد لعيب كوره، لا حدوته، حدوته كده، حدوته كرويه، حدوته جميله. يعني انا متابع شيكابالا ومش عايز اكبر نفسي. كنت بحكي اول الحلقه لما كنا بنقعد واحنا شباب صغار كده على الترابيزه مع كابتن نبيل نصير. أيوة. وكابتن احمد مصطفى والكابتن فاكر انت طبعا الله يرحمه كابتن عازم مجاد، وكابتن احمد رفعت، كابتن عازم الله يرحمه ويسامحه، وكان كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه. فاكر طبعًا الترابيزه اللي في الجنينه؟ فاكر طبعا. كان شيكا ده صغنن كده 13 14 سنه رايح جاي كده، بس كنتش بعد معاكم، كنت اظهر في الحته دي. انت كنت قد شيكا بقى. ايوه لا طبعا انا فاكر، كنت بحكي وهو بيقول في البيان بتاعه 25 سنه بين دوران النادي. فانا بقول الناس فعلا شيكا بقى كان بينام ويقوم وياكل ويشرب جوه نادي الزمالك. انا وانا بقرا البيان افتكرت ما احنا فعلا كنا بنروح النادي، افتكرت نفس الموقف. طبعا ده. والله افتكرت فعلا، كان لسه شاب صغير في الناشئين صغير كده، ودايما كان هو كان ارتباط شيكابالا بالنادي ان هو قاعد في النادي من هو عنده مثلا 10 سنين او 11 سنه، قاعد جوه النادي، مقيم جوه النادي، فارتباطه حياته كلها معجون زمالك شيكابالا. يعني شيكابالا كان بينام في بيته. طبعا خد بالك، طبعا بره بيته. طبعا اكيد. يعني يقوم يخش الحمام ويفطر وياخد الدش بتاعه وينزل يقعد في الجنينه مع اصحابه، وعايز يقعد بالليل، وبالليل يصحى جوه في وبالليل يدخل بقى الجنينه اللي يعني الجنينه مع الاعضاء ده والبتاع. فلا في شيكابالا، شيكابالا قصه كبيره. يعني شيكابالا مش مجرد ان انت هتقول له مع السلامه مع السلامة. لا ده شيكابالا جوه قلوب الزملكاويه. لا قصه مش ان هو لعيب كوره مش هتأيده او تمشي، لا 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 لا، شيكابالا قصه اكبر من كده بكتير جدا جدا جدا. كنتش اتمنى ان الامور توصل لكده، بس طبعا في حاجات وصلت للوضع ده. وشيكابالا من نوعيه ان هو يعني نادرا ما بيطلع في الميديا، فما بالك ان شيكابالا يطلع بيان. يعني اعتقد احنا واحنا متابعين كلنا في الوسط دي اول مره شيكابالا يعمل حاجه زي كده، يطلع بيان، دي ما حصلتش. وبعدين هو كان قال قبل بعد الماتش بتاع الاتحاد المنستيري ان في حاجات هتكلم عنها بعد البطوله. يا فندم ده كابتن فرقه، من حقه يوضح حل للناس. انا دلوقتي في الفرقه كل شويه في مشاكل ماديه، في شهور كتيره اللي هيطلع ده، اللي هيقول ده، ما انت كل شويه تقول الكابتن، الكابتن اتكلم بالنيابه عننا. طب احنا هي مسؤوليه عليه هو، مش وخصوصا يا دكتور في توضيح كده، ان فتره من الفترات ان اللعيبه زعلت من شيكابالا في فترة، لانه هو بيوعد ويقول له طب اسكت يا فلان انا هتصرف، وبعدين ياخد وعد من الاداره ما يتنفذش، فاللعيب يقول له انت قلت لي بالظبط. ففعلا فهو وعد كتير وبيتكلم بيتصدر في كل حاجه بالظبط. فدي فانت ما تلومش، ما لومش على شيكابالا ان هو بيطالب بحقوق. يعني هو شايل كتير. الجميل برضه يا استاذ محمد استاذ احمد ان البيان ما كانش بيان عاطفي. يعني هو البدايه منطقيه، بدايه عاطفيه، لكن البيان فيه معلومات واضحه وكلام بوقائع بتواريخ بارقام بادله. هو هنتكلم على البيان دلوقتي ونحلله، بس انا اقصد اقول ايه، ان هو لما البطوله خلصت والزمالك رجع، شيكابالا ما اتكلمش. يعني رغم انه قال ان في ماتش الاتحاد المنستيري ان بعد البطوله هتكلم. فالبطوله خلصت، احنا بنتكلم الزمالك خرج بقى له دلوقتي اسبوع مثلا. مش كده؟ قفل الباب خلاص، شيكابالا حتى ما اتكلمش والناس نسيت التصريح ده. فليه النكش؟
يعني يعني هو اوريدي هو قفل الباب ما جاش من البطوله اتكلم. معناها ايه؟ ان حد نصحه قال له خلاص يا شيكا اهدى وبتاع وخلي الامور تهدى والنادي دلوقتي مش مستحمل والنادي اهم حاجه عنده اللي هو رفع مشكله القيد وانه يسدد والامور بس صعبه دلوقتي فسكت او العكس او هو اللي هدى اللعيبه اللي كانوا ضاغطين عليه عشان يتكلم وقال لهم يا جماعه نهدى واحنا داخلين على موسم جديد ومش عايزين نعمل مشاكل يعني فات اسبوع سكت. طب فلماذا مره اخرى النكش وصناعه ازمه جديده؟ يعني الناس كلها بتتكلم عن ازمه القيد وكل الناس عايزه تتحل الازمه دي، كل الناس متعاطفه مع الازمه دي. الناس بتازمه القيد. انا زعلت قوي ان الناس وجمال الزمالك فرحانه يقول لك اتأيدوا القائمه الاولى اتأيدت. عيب. يعني عيب لما اقول لك ان القائمه الاولى اتأيدت دي ده عيب يا جماعه. يعني اي نادي في العالم لازم أيد القائمه الاولى. ده الطبيعي. فانت اما ده الطبيعي الطبيعي، فانت اما تيجي تقول ان انا ايدت القائمه الاولى ونجحت في ان انا ايد القائمه الاولى ده انجاز، لا مش انجاز. ده عكس كده يعني ما ينفعش اصلا تتكلم فيه، ده الطبيعي. هو انت ما سجلتش القائمه الاولى يبقى النادي مش هيبقى فيه لعيبه، ما فيش لعيبه، اللعيبه كلها هتمشي، ما فيش نادي. ما النهارده لو انت ما كنتش خلصت ما كان كله اللي عايز يمشي فيه كان هيمشي فيه اللعيب، اي اللي عايز يمشي يمشي. فانت فان انت مجرد انك تتكلم في الموضوع ده ما ينفعش. ما ينفعش نادي الزمالك، عايزين نتفق ان الاوضاع في نادي الزمالك يعني يعني ما حدش فاهم حاجه في اي حاجه. بس انت تعرف ان الزمالك محظوظ ليه؟ في رايي الراجل ده المدرب اوسوريو ده لايق على المرحله دي. يعني هو الراجل واضح ان هو برضه يعني مش خفيف، يعني الراجل برضه واضح ان هو راكز وتقيل وعنده قدره على التحمل. يعني مدرب تاني كان صعب يا خضر انه في الظروف دي، ولا انت عندك معلومات تانية؟ لا مش عندي معلومات. صعب انه كان اي مدرب صعب انه يتحمل اي حد اي حد دي. اصلا انا كمدرب كبير انا معلش اصلا لو مدرب مصري لاولاد النادي حلمي طولان محمد حلمي مش عارف حسن شحاته اقول لك استحمل ما استحملش مش عارف ايه. بالمناسبه انا بكلم ناس في ناس كتير قوي بتتكلم تقول كابتن صحه كابتن حسن شحاته ومش عارف ايه، لا صحته زي الفل الحمد لله. يعني كلمت كريم النهارده اتاكد، اصل كل واحد دلوقتي يقعد يكتب لك ويقول لك اصل بعافيه ما بيجيش، لا زي الفل كابتن حسن قيمه كبيره وربنا يديك الصحه يا معلم. طبعا 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 تاريخ. فهي قصه المدرب يعني هو لو حد من اولاد النادي ماشي، لكن انا كمدرب اجنبي انا مالي، انا ايه اللي عليا؟ المدرب الاجنبي الشهر اتاخر سلام عليكم. يعني انت بتقول بس الراجل ده تصريحاته واضح ان هو مش مندافع. يعني مثلا تقول له ان في مشكله في الصفقات يقول لك انا مش محتاج غير صفقتين ثلاثه. النادي الزمالك ما بيوقفش على لعيب مهما كان اسمه، ده من حظ الزمالك. انا بقول المرحله طبعا دي طبعا حظ. والراجل كمان واضح انه مسيطر والفريق بيتطور تحت ايديه رغم كل الحواديت اللي عماله تحصل في الفريق. انا معاك موافقك على كل اللي بتقوله طبعا. يعني فدي فرصه الزمالك حظه ان عنده مدرب عنده قدره على التحمل وعنده ثقه في لعيبته وناسه. بس انت كده ماشي بقوه الدفع الذاتي بالتاريخ بالجغرافيا والكلام ده. يعني اقصد ابني بقى كنادي على ده، لا الكلام ده مش عندك مدرب كده ابني على ده. انا قلت لك من اسبوع هنا وانت اعترضت على الكلام، قلت لك القصه هتبقى اهلي وبيراميدز كده. لا ما اعترضتش يا باشا. لا يعني انا اعترضت على فكره. ايوه ده انا ده انا انت ده حاجه تبسطني تبسط كل اي حد يحب نادي الزمالك. انا اعترضت، انت قلت ان المنافسه قالوا اوكي موافقك. بس انت قلت يبقى الديربي الماتش يعني اللي الجماهير، فانا قلت لك ده مش ماتش. طب انا هقول لك حاجه، اهلي وزمالك يظل هو الماتش الجماهيري. طب انا هقول لك حاجه، لا انا هقول لك حاجه، الوضع لو فضل كده كما هو عليه وخليك فاكر الكلام ده الماتش الجماهيري هيبقى اهلي وبيراميدز وجماهير الزمالك هتبقى كل طموحها انها تشجع بيراميدز في الماتش. ما انت الوضع ده ما يجيبش بطوله. انت موافق على الماتش بطوله؟ بص اصل هو ده حصل في العالم كتير. ان احيانا انديه جماهيريه بتقع وتتراجع. مانشستر يونايتد هل شعبيته اتاثرت؟ لا طبعا، لا بالعكس الشعبيه بتزيد. هو صعب انت بعد اليكس فيرجسون اساسا مانشستر يونايتد بعيد عن اي منافسه. انا قلت الشعبيه، لا انا قلت الشعبيه. هي الفكره انه جماهير الزمالك عمر ممكن تتمنى ان الاهلي يخسر واتيفر من بيراميدز من فيوتشر من اي حد، زي ما جماهير الاهلي بتشجع اكيد ضد الزمالك. لا لا انا الفكره بتاعتي، الفكره ما بقولش ان الجماهير هتتاثر او جماهيريه او هتقل، بالعكس في سنين كتير قوي عدت على الزمالك 10 سنين والجماهير بتزيد ودي لكن لا ما فيش اسوء من الوضع، الوضع صعب جدا. فانا بقول الوضع كده ده مش هيخليك بره المنافسه. انت شايف بيراميدز النهارده زي ما قلنا برضه سيف جعفر ولسه عمالين يجيبوا ويجيبوا ويجيبوا. بالمناسبه يعني كل ما يوسف اسامه او سيف جعفر يجي تعاقده تلاقي جماهير الزمالك تهاجم وتعمل. طب انتوا سبتوهم، احنا مش قلنا هنا في البرنامج من 15 هيطيروا
هيمشوا هيمشوا. ده انت قايل من سنه يا جماعه عقده يا جماعه والله هيمشوا والله هيمشوا وحذرت 100 مره. ده انت يعني اوحت لما سيف جعفر حتى قعد في القعده الشهيره فيديو مع اداره النادي وقال خلاص والعقد. قلت لك وريني العقد. قلت لي مش هيمضي. قلت لك وريني العقد عشان الفيديو بالليل لسه امبارح قلت لي برده مش هيمضي. قلت لك عشان عارف ان هو ماضي. فانت ضيعت ضيعت كل دي يعني. انت مأسف جعفر يوسف اسامه اللي ما جبتش يعني كان ممكن العمليه تتلم. فانا بقول ان الوضع صعب. بلس بقى المشكله بتاعت شيكابالا هتاخد. ماليش دعوه مين اللي هيكسب على فكره. التاريخ بيقول ان اللعيب ما بيخسرش اي مواجهه. النجم بس هو في النهايه ده كسبان ده كسبان. الزمالك خسران. بس ده اللي انا عايز اقوله. في الاخر النادي خسران. هياخد من الزمالك طبعا. هياخد كتير. والزمالك وبدل ما تركز في صفقاتك او تركز في رفع الزمالك مش مستحمل القيد وتركز في المشكله الحاليه. الزمالك مش مستحمل في موضوع. لكن هيسحب من الزمالك. هيسحب من رصيد الزمالك من قوه الزمالك. يعني انت عارف ايه؟ عارف زي بيقول حرب اهليه مع بعضهم. طب وبعدين فمن هو مشهد الازمه او الصدام مع كابتن او ايكون في نادي الزمالك؟ هو مشهد متكرر مش هقول في السنين الاخيره ده في الاسابيع الاخيره وفي الشهور الاخيره. كان نفس الحال مع احمد الاحمر برضه. واحمد الاحمر بقى ما يقلش عن شيكابالا في الهاندبول. ده في تاريخ الرياضه المصريه احمد الاحمر ايكون. صحيح. ففكره ان انت يعني تقلل او تصطدم برمز جماهيري زي احمد الاحمر او شيكابالا في اوقات صعبه كان بيمر بيها. تعاطف وقتها مع احمد الاحمر. اصل ده المنطق. اصل هم ما شافوش اماره ان الراجل ده عمل مشكله. بالعكس هو طول الوقت سبورت النادي احمد الاحمر او شيكابال وطول الوقت مع اللعيبه وطول الوقت مع الجماهير. فانك تصطدم بيه ايكون زي ده وبعدين بشيكابالا دلوقتي فمؤكد اللي هيتضر هو نادي الزمالك. يعني في عز ازمه فيها فريق اليد. وفريق اليد ده كان واجهه نادي الزمالك في السنين الاخيره. حتى لما بتقع الكوره كان دايما اليد هو اللي بيرفع اسم الزمالك محلي وقاري وعالمي. فتيجي تهد في الفرقه بانك تصطدم باحمد الاحمر. ودلوقتي في الازمه اللي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا نحاول نبني لنادي الزمالك عشان يعرف ينافس ويدخل الموسم الجاي ونحل الازمه. فتيجي مع شيكابالا موقف ايه اللعيبه في الفرقه اللعيبه حتى الصغيره يعني اللي طالعين زي حسام عبد المجيد وسيد نيمار وايشو والناس اللي هي الشباب الصغير اللي زي بقى سيف جعفر وزي يوسف اسامه نبيه اللي بيشوفوا قدامهم رمز نادي الزمالك بيتم يعني الهجوم عليه بالشكل ده. والهجوم دي يعني ده التعبير الشيك يعني. فمؤكد انه اي حد فيهم زي ما يوسف واسامه لما جات لهم فرصه وهي مش جات لهم فرصه هم ما استغلوش الفرصه. هم قعدوا مهملين ويعني مطنشين الكلام معاهم وكانهم مضمونين ومركونين على الرف وكانهم مكملين في كل الاوضاع عشان ده ابن فاروق جعفر. احنا مش الكوره مش كده. فالشباب الصغير اللي طالع ونادي الزمالك المفروض يبني عليه دلوقتي لما يشوف الرمز بتاعه بيحصل له كده.